الكيفية وهذه الطريقة احتفل أنصار المولودية ولاعبيهم بنتيجة المباراة التي تجعلهم في المركز الأول وفي طريقهم بثبات إلى لقب لبطولة القسم الوطني لهذا الموسم. المباراة في عمومها جاءت مفتوحة على كل الاحتمالات، وشوطها الأول جاءت فيه الفرص الكثيرة الخطيرة خاصة من جانب فريق مولودية الجزائر الذي حاول في هذه المرحلة الأولى أن يفتتح باب التسجيل، وهذه واحدة من المحاولات الخطيرة للمولودية. الكرة تنتهي بهذه الطريقة والحارس وادري يستلم الكرة في ظروف مواتية. حاج بوغاش على الجهة اليسرى يفتح هذه الكرة لفريق المولودية مستغلا تراجع فريق جمعية شلف إلى الوراء للدفاع على منطقته. مقداد كاد يفتتح باب التسجيل لكن الدفاع والحارس يتدخلان في الوقت المناسب. فريق جمعية شلف كانت له محاولات قليلة في هذه المرحلة الأولى، وكانت أخطر هذه التسديدة القوية عن طريق اللاعب مسعود، لكن الحارس الدولي زيماموش في المكان المناسب. ثم ركنية لمولودية الجزائر، سليم بومشرى يضيع كرة يجب أن لا تضيع في مثل هذه المناسبات. شوط أول انتهى كما بدأ بتعادل فريقين 0-0. الشوط الثاني سجلت في هذه المحاولة الخطيرة من جانب مجموعة من لاعبي جمعية شلف، لكن البطل بدون منازع كان الحارس زيماموش الذي تصدى بشجاعة لهذه الكرة الخطيرة. ثم اللاعب الشاب بن طيب من جانب فريق جمعية شلف يتلقى هدية ثمينة من مسعود لكن لم يحسن استغلال هذه الكرة الثمينة. عادة الفريق الذي يضيع أهداف محققة يتلقى أهدافا محققة، فبعد هذه المحاولة من مولودية الجزائر والتغيير الموفق مع دخول بابوش مكان حجاج، ركنية منفذة بطريقة جيدة من بابوش يتمكن على إثرها فريق المولودية من افتتاح باب التسجيل عن طريق اللاعب مقداد بعد كرة أولى من حاج بوغاش. كان ذلك بعد مرور حوالي 15 دقيقة من زمن المباراة في شوطها الثاني. الدقائق المتبقية لم تحمل أي جديد ما عدا هذه الفرصة الخطيرة عن طريق مسعود، لكن الحارس زيماموش يتألق مجددا ونهاية المباراة لصالح المولودية.